طبعا هو يعني ذكرى مجيدة يعني اللي كيخلدها الشعب المغربي اليوم، وهي عندها دلالة إقليمية ودولية، لأن هذا اليوم هو يعتبر خروج المغرب من حالة الحجر وحالة الحماية التي كانت يعني قد فرضت عليه سنة 1912 إلى حالة من الحرية والاستقلال، كما جاء في الخطاب الملكي للراحل المغفور له محمد الخامس. أيضا يعني هذا اليوم جاء نتيجة لعدة سياقات سواء إقليمية ودولية. كانت يعني خروج المنتظم الدولي من الحرب العالمية الثانية، كذلك أن المغرب يعني قد ناضل أو أسس الحركة الوطنية، كانت قبله أيضا يعني في 53 ثورة الملك والشعب بسبب نفي السلطان محمد الخامس إلى مدغشقر. إذا كانت عودة الملك من المنفى، كانت يعني سياق التحضير لمغرب مستقل، مغرب الحريات، وكما جاء في الخطاب الملكي لمثل هذا اليوم أن جلالة الملك محمد المغفور له محمد الخامس يعني قد قال بالحرف أننا خرجنا من الجهاد الأكبر، الجهاد الأصغر، إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد تنمية المغرب ويعني السير قدما باستقلال المغرب إلى الأمام. لا طبعا هناك يعني عدة محطات تتجلى، في محطات اقتصادية، محطات سياسية إلى آخره. بالنسبة للمحطات السياسية هو أنه في مثل هذا اليوم من سنة 1955 والخطاب الملكي أو الإعلان على الاستقلال، هناك يعني في 7 من دجنبر تأسيس لأول حكومة مغربية برئاسة المرحوم مبارك البكاي. هناك أيضا يعني الاستقلال بصفة رسمية في أو التوقيع على وثيقة الاستقلال بصفة رسمية في 2 مارس 1956، أيضا تأسيس للقوات المسلحة الملكية، تأسيس للمديرية الأمن الوطني. إذا عدة محطات، وهناك أيضا المطالبة أو المطالبة باستقلال الأقاليم الجنوبية أو استكمال الوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية بالتأسيس للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975، واللي باقي الملامح ديالها الآن نعيشها في عدة محطات، وما ومشكل الوحدة الترابية اللي باقي كنعيشوه الحالي. على مستوى الاقتصادي هناك يعني عدة محطات اقتصادية، أننا بدأنا نلاحظ أن المغرب بدأ يؤسس لمرحلة اقتصادية، يعني التنصيص على إرهاصات الجهوية الاقتصادية سنة 1971 من طرف من جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، ثم أيضا تأسيس لميثاق جماعي على 75. إذا هناك عدة محطات سواء سياسية أو اقتصادية، ولكن الأهم هو أن ما نلاحظه اليوم هو أن إشكالية استقلال المغرب في سنة 1975 أو التأسيس لاستقلال المغرب في 1976 لا زالت يعني آثاره يعني حتى اليوم على مستوى الوحدة الترابية وإشكالية قضية الصحراء المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.